انتهى الماراثون الرمضاني بعد منافسة ضخمة جدا بين عدد كبير من المسلسلات، وبنحاول في حلقات الجولة الفنية متابعة ردود الأفعال النقدية حول بعض المسلسلات. ومعنا النهاردة تحديدا لقاء مع الناقد أندرو محسن، هيكلمنا فيه عن بعض المسلسلات وتمتها زي عوالم خفية وبالحجم العائلي، وكلمنا عن أهم المخرجين في الماراثون الرمضاني، وكمان قال لنا رأيه في بعض الأعمال الكوميدية، وفي دويتو حسن رداد وإيمي سمير غانم في مسلسل عزمي وأشجان. شايف ان الاختلاف الاساسي السنه دي في رمضان عن السنه اللي فاتت بالنسبه للمسلسلات هو انه عندنا عدد اقل شويه من المسلسلات، مش اقل بكتير لكن في عدد اقل من المسلسلات، وانه ما فيش تنوع كبير على مستوى الافكار اللي مقدمه في المسلسلات. احنا بشكل اساسي تقريبا مركزين على المسلسلات اللي فيها اكشن او اللي فيها تشويق، وما بقاش عندنا مسلسلات يعني دراما تناقش مشكلات اجتماعية بشكل ما، بقى ده التركيز الأكبر. فأعتقد ده الاختلاف الأساسي بين رمضان السنة دي ورمضان اللي فاتت واللي قبله كمان. أعتقد أنه النجاح بتاع مسلسلات الأكشن السنة اللي فاتت زي كلبش وظل الرئيس، بالإضافة لبعض برضو أنه الجمهور بتاع السينما كمان رايح ناحية الأكشن، أعتقد ده خلى الناس صناع المسلسلات والشركات المنتجة تفضل إن هي تراهن على حاجة ناجحة، ونتيجة لذلك شفنا إنه في اتجاه أكبر للأكشن وللتشويق. يعني إحنا عندنا السنة دي عندنا كلبش 2، عندنا رحيم، عندنا على مستوى وعندنا نسل الصعيد يعتبر يعني ينتمي للمسلسلات دي بشكل او باخر. على مستوى التشويق عندنا اختفاء، وعندنا برضو المسلسل بتاع الفنان عادل امام عوالم خفيه، كلهم برضو بيدوروا في فكره او تيمه الاكشن او التشويق، واعتقد ان هو ده استثمار للنجاحات بتاعت السنين اللي فاتت، لكن ما افتكرش ان ده هيكمل كتير لانه الجمهور بتاعه بيحب التغيير دايما. مسلسلات رمضان كانت بتسمح بقالها كذا سنة بظهور أسماء جديدة في عالم الإخراج، وأحيانا كنا بنكتشف يعني بنعيد اكتشاف بعض المخرجين بشكل جديد في المسلسلات. يعني على الرغم أن مثلا كاملة أبو ذكري كان بقالها فترة في مجال الإخراج، لكن يعتبر الناس إعادة اكتشافها مع بنت اسمها ذات وسجن النساء. فبشوف انه رمضان بيبقى فيه فرصه كويسه لان احنا نشوف برغم من زحمه المسلسلات، لكن بيبقى فيه ميزه انه الحاجه اللي بتبان الحاجه اللي بتتعمل كويس بتتشاف. فاعتقد ان احنا لغايه دلوقتي شايفين يعني الاسماء اللي ممكن يعني نتكلم عنها صناع المسلسلات للمره الاولى، يعني في ياسر سامي في نسر الصعيد، وان كان يعني البدايه مش افضل شيء ممكن كبدايته هو، مش بدايته يعني بدايته هو المسلسل يعني. واعتقد هاله خليل ده عملها التلفزيوني الاول، وطبعا هي عامله مسلسل كويس يعني انا في بعض الملاحظات ممكن على السيناريو، لكن يعني هي مهتمه اكتر بالشكل وبالكادرات الجماليه، لكن السيناريو وتحريك الممثلين ربما في بعض التحفظات. لكن لغايه دلوقتي انا ما افتكرش ان في اسم معين في عالم الاخراج بيشهد عامه الاول السنه دي في رمضان لحد ما انا شفت، وبنشوف ان هو مقدم طفره او شيء يذكر. يعني احنا في اسماء فعلا اتعودنا ان هي تكون موجوده بقالها كذا سنه وبتقدم مسلسلات كويسه، منهم اللي ذكرتيهم محمد ياسين، ومنهم محمد شاكر خضير بالمناسبة، يعني كان عمل مسلسلين مهمين جدا أو يعني مميزين، طريقي وجراند أوتيل. فأعتقد أنه السنة دي في يعني في تغيير في الخريطة عامة بتاعت الصناعة، لأنه في إعادة هيكلة غالبا لعدد المسلسلات اللي على كل قناة، وده بالتالي أدى لأنه مش كل المسلسلات أو مش كل صناع المسلسلات قدموا اعمال جديده. من الاسماء اللي اصلا هي بتشتغل كل سنتين مره تامر محسن، يعني احنا طبعا بعد النجاح الكبير لهذا المساء كنا نتمنى ان هو يكون موجود السنه دي، بس هو اصلا بيشتغل كل سنتين. فانا اعتقد في منهم اصلا فضل ان هو ياخد استراحه، لكن بنسبه تانية برضو في اعتقد
اعاده هيكله في نوعيه المسلسلات وشكل المسلسلات، وده نتيجه يعني نقدر نقول ان ده نتيجه لده بشكل او باخر. يعني ما افتكرش انه حد زي محمد ياسين او تامر محسن او كامل ابو ذكر كانوا هيعملوا مسلسل تيمته الاساسيه اكشن. فبرضه لما يكون الطلب رايح ناحيه نوعيه معينه من المسلسلات، ممكن يكون الموضوعات اللي هم بيدوروا عليها ما كانتش مطلوبه السنه دي او محتاجه فتره عمل اكبر، واعتقد ان هم هيكونوا موجودين السنه الجايه. نيلي كريم بشوف ان هي كممثله فيها ميزه قويه جدا، ان هي بتحب تجرب. شفنا ده في يعني من اول ما بدات تشتغل في فكره البطوله، سواء في بنت اسمها ذات او في سجن النساء وبعدين تحت السيطره. كل مسلسل كان ليه طبيعه مختلفه في الموضوعات بتاعته. وبعدين عملت سقوط حر، ما حققش نفس النجاح لكن هو مسلسل مختلف. وبرضو يعتبر السنة اللي فاتت لأعلى سعر اختلاف جديد ومع فريق عمل جديد تماما، وهو نجح جماهيريا. انا ما كنت يعني كان يعني ممكن وجود الكثير من الملاحظات على المسلسل، لكن هو نجح جماهيريا. اللي انا حبيته ان هي السنة دي رغم نجاح المسلسل السنة اللي فاتت برضو غيرت وراحت ناحية فريق عمل مختلف وموضوع مختلف، وتيمة يعني نوع التشويق هو اللي معتمد عليه في المسلسل. أنا شايف إن هو السنة دي اختيار كويس، ومسلسل في حلقاته كان ماشي بشكل كويس، وربما هو كان محتاجين بس شوية تركيز أكتر في طريقة الفصل ما بين مشاهد الأزمنة المختلفة اللي بيقدمها، لأنه في فلاش باك كتير جدا في المسلسل وبنشوف أكتر من زمن في الحلقة الواحدة، وما بيتمش أي يعني تنويه أو أي فصل بشكل ما ما بينهم، فالحلقة بتبقى أحيانا محتاجة الواحد يشوفها أكتر من مرة علشان يستطيع أن يربط الأزمنة المختلفة، أو محتاج أن هو يوقف شوية عشان يستوعب هما فين دلوقتي. لكن إجمالا أنا بشوف أن هو مسلسل من المسلسلات الجيدة، وهي قايمة بدور كويس، واعتقد ان الفريق يعني كنت شايف العلاقه اللي بينها في الحلقات الاولى مع الفنان هشام سليم كمان متقدمه بشكل لطيف، وهم قادرين يقدموا مع بعض ثنائي جيد جدا. محمد ممدوح من يعني هو ممثل ما طلعش من فتره كبيره، لكن بدا يظهر يعني بقوه. شايف انه هو عارف انه عنده مشكله في بعض مخارج الحروف، ربما انا بشوفه ان هو السنه دي افضل، لكن النقطة دي يمكن هو اللي محتاج يعمل عليها. لكن هو كممثل أنا بشوفه ممثل مميز جدا. وبعدين في ميزة أنه هو فعلا رغم من نجاحه في كذا سنة في رمضان بالذات في جراند أوتيل الدور اللي كان عامله هايل، الناس ما يعني ما تلهفش أنه هو يروح ناحية أنه هو يبقى بطل مطلق زي ناس كتير، وما زال برضه محتفظ أنه هو بيقدم عمل واحد في كل سنة. فأنا شايف أنه هو بيختار أعماله بعناية وبيجتهد فيها. المشكلة الأكبر اللي أنا شايفها السنة دي في الدور بتاعه هو المكياج اللي معمول له. المكياج يعني متواضع جدا، وغريب إن مسلسل 18 ومسلسل اللي فيه نجوم كبار وأكيد فيه إنتاج ضخم يكون المكياج اللي فيه خارج بالشكل ده. أنا شايف إن هو بيضيع مجهوده أصلا كممثل، يعني هو بيحاول إن هو يأدي بشخصية راجل كبير في السن، وبيحاول يأدي ده بطريقة نطقه للكلام وبحركته، لكن المكياج مضيع جزء كبير جدا من ادواته التمثيليه طبعا، لانه مغطي وشه بشكل مش جيد. يعني لما بنشوفه في المشاهد بتاعت الاحداث اللي دخل الروايه طبعا هو بيتحرك بيأدي بشكل افضل بكتير، لكن انا شايف ان هو اعتقد بيعمل على موضوع مخارج الحروف، ومش شايف ان هو في ازمه خالص السنه دي. المسلسل بتاع عوالم خفيه انا شايفه من المسلسلات الجيده لغايه دلوقتي في برضه، لانه يعني خلينا نقول انه في جزء كبير من جوده المسلسل بيرجع لفكره انه الفنان عادل امام بعد السنوات الطويله في منذ عاد الى الدراما التلفزيونيه قرر ان هو يغير التعامل مع المؤلف يوسف معاطي، وقرر ان هو نفسه يغير الاداء بتاعه في المسلسلات ويبتعد عن الكوميديا. وانا شايف ان ده انعكس بشكل كبير على المسلسل، سواء في طريقه اداء هو ماسك الشخصيه بشكل افضل بكتير، وكمان زي ما ذكرتي فكره ان المسلسل ما فيهوش ممثلين ممثل واحد قدامه، او ان هو حتى لو في ممثله رئيسيه معاه او ممثل رئيسي معاه، هو في مساحه كويسه لكل الشخصيات ان هي تظهر بشكل كويس وتؤدي بشكل بتتأدي بمساحات جيدة داخل الحلقة. يعني مش الحلقة فقط هو محور
كل شيء فيها. انا اعتقد ان دي خطوه جيده، يعني بشوف ان هي تاخرت طبعا، كان الفنان عادل امام محتاج ان هو يعمل ده من فتره كبيره، لانه بالتاكيد وجوده على الشاشه شيء يعني محبوب ومطلوب من جمهور كبير. فانا شايف المسلسل كمان مكتوب بشكل كويس، يمكن فكره الالغاز اللي بتطرح كنت اتمنى ان هي تبقى متشعبه بشكل اكبر داخل الحلقات، لان احنا شفنا انه في لغز منهم اتقفل بالفعل وهو بيكمل في قرايه المذكرات وهيبتدي يكتشف الغاز اخرى. كنت اتمنى ان المسلسل كله يبقى كانه قطع بتكمل بعضها، مش فكره انه كل فتره نشوف لغز ونقلب على اللي بعده. لكن اعتقد المسلسل حتى الان هو من المسلسلات اللي ماشيه بشكل كويس. يحيى الفخراني من اهم العلامات التلفزيونيه اللي الناس بتستناها كل سنه. هو فعلا من 2010 تقريبا بطل يشتغل سنويا، بقى بيشتغل مسلسل واحد كل سنتين. السنه دي هو بيغير فريق العمل بتاعه تماما، بدل ما كان اخر ثلاث مسلسلات مع عبد الرحيم كمال والمخرج شادي الفخراني، السنه دي شغال مع سيناريست محمد رجاء والمخرجة هالة خليل. الحقيقة يعني اختياره لمحمد رجاء كان اختيار موفق بناء على المسلسلين اللي قدمهم محمد رجاء السنتين اللي فاتوا، اللي هما الحساب يجمع و شبهات. لكن بشوف انه المسلسل ده بالنسبة لمحمد رجاء يعني مش على نفس المستوى، لانه يعني القضية اللي بيناقشها او طريقة المعالجة نفسها، احنا عرفنا تقريبا المحتوى او الخط اللي هيمشي عليه من اول حلقتين، ومن ساعه ما عرفنا واحنا ما زلنا بندور في نفس الدوائر دون اي تقدم للاحداث بشكل جيد. وحتى لما ابتدينا يعني نمشي شويه في الاحداث بنكتشف انه الفكره المشكلات الموجوده لدى هذه الاسره برضو ما فيهاش شيء جديد او مختلف معالج بشكل مختلف نقدر ان احنا نقول انه هو ده الحاجه الجذابه، موطن الجمال الخاص بالمسلسل. يعني هي مشاكل عائليه موجوده في كل يعني في كثير من المسلسلات الشبيهه، وما فيهاش شيء مختلف جدا. فانا كنت شايف ان شغل اللي قدمته المخرجه هاله جلال فيه اهتمام بجوده المناظر وبالتكوينات، وحتى هم مهتمين جدا بتصميم الملابس داخل المسلسل وبيخلقوا منها صوره جماليه في كل كادر، بحيث ان هم بيستغلوا الطبيعه مع الملابس ويدوا صوره يعني فيها الوان مريحه جدا للعين. لكن اجمالا انا بشوف المسلسل يعتبر يعني مش ده اللي كنا منتظرينه، سواء من يحيى الفخراني بعد الثلاث مسلسلات المهمين اللي هو قدمه، حتى لما كان عندنا تحفظات على مسلسل ونوس. لكن هنا انا بشوف ان هو كمان بيرجع خطوه للوراء اكتر كمان من ونوس. الناس حابه الفنان محمد رمضان وحابه اللي بيقدمه، وان كان انا بشوف انه يعني ما افتكرش ان هو المسلسل هيبقى بنفس نجاح الاسطوره زي من سنتين. اولا يعني ده يعود لاكثر من سبب، منهم سبب انه الاخراج هنا في مشاكل كتير، ولما المشاهد العادي يبقى شيء يعني بياخد باله من الاخطاء اللي موجوده دي وموجوده بوضوح، فاعتقد انه ده اكيد هياثر على استمتاعه بالمسلسل مع استمرار حلقاته واستمرار هذه الاخطاء. فلما يبقى كل حلقه بنشوف حاجه زي كده، يعني بعد كل حلقه او اتنين نلاقي انه في على الفيسبوك ناس كاتبه انه الاخطاء الفلانيه والاخطاء الفلانيه، انا اعتقد ان ده اكيد بيأثر على مدى استمتاع المشاهد او انخراطه جوه المسلسل وتصديقه للي بيشوفه. فاعتقد انه يمكن كعمل اول لياسر سامي مش افضل بدايه ممكنه. الحاجه الثانيه انه احنا بنتفرج على مسلسل تقريبا هو نفس القصه بتاعت الاسطوره، باختلاف انه هنا كان رجل عصابات وهنا ضابط شرطه، لكن تقريبا كل الاحداث الفرعيه وكل الخطوط الفرعيه الخاصه بالشخصيه هي نفسها بتاعت الاسطوره. وبرضو اعتقد انه المشاهد يعني مش هيتفاعل مع نفس القصه لنفس مرتين بنفس الممثل، زائد انه الاسطوره كان في قصه صعود للبطل اقوى من اللي موجوده هنا، رغم انه نفس المؤلف، لكن القصه بتاعت المسلسل اللي كانت في الاسطوره وصعوده من
ان هو ياخد مكان اخوه، كانت فيها نوع من الجاذبيه اكتر بكتير من اللي موجوده حاليا في نسر الصعيد. ما زال بيحقق نسب مشاهده عاليه، لكن ما افتكرش ان هو هيظل في اذان المشاهدين زي الاسطوره. السنه دي الكوميديا بشوفها افضل من السنه اللي فاتت، لانه السنه اللي فاتت كان في اسماء كتيره في المسلسلات الكوميديه، لكن ما يعني ما افتكرش حد، رغم ان كان عندنا نجوم، يعني كان عندنا في لالا لاند دنيا سمير غانم، احمد مكي كان في خلصانه بالشياكه، لكن يمكن كان افضل المسلسلات اللي كانت متقدمه كان ريح المدام، وبرده ما نقدرش نقول ان هو مسلسل يعني افضل شيء ممكن. السنه دي بشوف انه في كذا محاوله وفي افكار جديده يعني من متقدمه ووجوه جديده، يعني خلينا اقول يعني المنافسه شايفها قويه ما بين خفه يد وربع رومي والوصيه. انا بشوف ان هم يعني ده الترتيب اللي انا شايف ان هم افضل فيه، لانه خفه يد من ساعه ما بدا وهو ماشي بنفس الشكل والكوميديا اللي فيه كويسه، وربع رومي كان في الاول يعني حلقه او حلقه، دلوقتي ماشي بشكل كويس جدا. وبرضه نفس القصه مع الوصيه، في حلقات وحلقات، لكن انا الوصيه سعيد بشكل انه احمد امين طالع في المسلسل وفي تجربته التمثيليه الاولى وبيقدم دور كويس، واعتقد ان هو ممكن يبقى ليه مساحه كويسه بعد كده كممثل. لكن العملين الاولانيين خفه يد وربع رومي لازم نقف عند تامر ابراهيم المؤلف ومعتز التوني المخرج، لانه فعلا هم بصمتهم بتبان جدا في الكوميديا، وعندهم القدره ان هم يعملوا اعمال مميزه جدا كوميديا، وفيها يعني طول الحلقه افيهات جيده، وفيها توظيف كويس للممثلين. يعني احنا بنشوف طبعا اختيار محمد سلام في الاثنين، محمد سلام عامل في الاثنين دور كويس جدا، توظيف مصطفى خاطر فهو الدور يعتبر البطوله، وان كان هو بطوله مشتركه لانه محمد سلام بيشاركوا البطوله، لكن برضو بنشوفه بشكل كويس، بالاضافه لانه طبعا خفه يد بنشوف ان الكاست الاربع ممثلين الرئيسيين فيه متقدمين بشكل كويس ومتوظفين في المسلسل بشكل كويس، وهو عنده قدره على انه يطلع افكار من المشاهد بشكل مميز معتز التوني. انا بشوف ان هو يعني هو صاحب الفضل الاكبر في نجاح مسلسلات الكوميديا السنه دي. يمكن كان قبل ارتباطهم كان الموضوع لما كان عمل الاول اللي هو زنق الستات، كان الفيلم فعلا كويس والاثنين ظهروا بشكل جيد. اعتقد ان هو فكره ان هم كملوا في ان هم يبقوا ثنائي بعد كده، شفناهم في فيلم البس عشان خارجين، وبعد كده شفناهم في المسلسل حاليا. هي طبعا طلعت معاه ضيفه شرف اعتقد في مشهد في عقده الخواجه، لكن بنشوفهم دلوقتي في المسلسل. مش شايف انه المسلسل خرج بالشكل المطلوب او الشكل المنافس، يعني اعتقد انه ممكن يكون الحلقات الاولى كان فيها نسب مشاهده جيده، لانه احنا معانا في المسلسل في كاست مميز جدا غيرهم هم طبعا، وجود الفنان سمير غانم واكثر من حد من الممثلين المشاركين، وفي نسرين امين واكثر من حد تاني، فالكاست كله غني ان هو يقدم كوميديا جيده، لكن الفكره ان هو بيعتمدوا على يعني في حاجات كتيره في الكوميديا بتاعته المسلسل متوقعه، بالرغم يعني فكره انه زوجين بيشتغلوا في النصب او في العصابات مش فكره جديده، لكن ما زالت يقدر يطلعوا منها كوميديا افضل. لكن حتى الان المسلسل مش خارج بالصوره اللي كان اي حد متوقعها، اعتقد ما هواش بينافس بقوه على الافضل كوميديا يعني.